حسيت انه في حاجه ماسه للغه العربيه، وعن طريق الموسيقى كان ممكن نحط مثلا رساله تعلم الاطفال والاهل انه يغنوا وهم يصيروا يتعلموا اشياء عن اللغه العربيه. وراح قررنا نركز على العمر الصغير اللي هو يعني من البيبي لسنتين، خلينا نحكي لثلاث سنين، وننمي حب اللغه العربيه من عمر صغير عشان الاجيال الجديده الكبيره هلا يعني مش كثير بدهم شغل اكثر. فهي سهلة منا. إحنا ال تحديك شخصيات من واحدة ولا الثانية. من الذي يقرأ الباب؟ إنه صديقي شادي. آدم أنا آسف. هيا نلعب معا. لا. سامح صديقي. أو بيجينا فيدباك كمان كتير من التواصل الاجتماعي من إنستغرام وفيسبوك. دائما بنوصل وصلنا مسجز من الأمهات بيحكوا إنه عن جد هاي الأغنية إنه فرقت مع ابني أو مع بنتي، أو هلأ صرت أعرف أحكي، صرت أنا أعرف الأحرف الأبجدية وابني صار يعرف الأحرف الأبجدية.